الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته طاهرين وإطراتهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وأولي العزم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والكروبيين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة أبي العباس بل يا بني ملك النبي الله خيدري عليه الصلاة والسلام وسلطان الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني البغدادي وشيخنا ومولانا محمد بهاء الدين نقشبندي وشيخنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وشيخنا إمام شافعي وشيخنا إمام غزالي وشيخنا إمام أحمد البدوي وشيخنا الإمام التازي وشيخنا إبراهيم الدسوقي وشيخنا محمد الرفاعي وشيخنا سباكر وشيخنا أبي يزيد البسطامي قدس الله أسرارهم العالية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا جميع الأولياء الله 9 في إندونيسيا وخصوصا في جاوة ومدورة وكليمنتان وإلى حضرة شيخنا علي كبيش وشيخنا عمر وجميع مشايخنا من أهل الذكر السعادة وأهل الطريقة النقشبندية غفر الله ذنوبهم ونسأل الله من بركتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى من بدأ الإسلام في هذه القرية وأزواجهم وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم وذرياتهم وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومشايخهم وأولادنا وأهل بيتنا وأصحابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى من حضروا في هذا المكان المبارك ومن انتسب إليهم غفر الله ذنوبنا وذنوبهم وفتح الله قلوبنا وقلوبهم ويسر الله أمورنا وأمورهم وبلغ مقاصدنا ومقاصدهم من حوائج الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah untuk leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kita. أنزل الله رحمته عليهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم نصر من الله وفتح قريب. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم نصر من الله وفتح قريب. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم نصر من الله وفتح قريب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sebelum kita membaca salawat nariyah dan asmaul husna, monggo masing-masing dari panjenengan bermunajat kepada Allah sesuai dengan hajatnya dengan masing-masing. Okay? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita semua. Amin. Allahumma amin. Mari kita hantarkan hajat-hajat dan doa-doa kita kepada Allah dengan berwasilah membaca salawat nariyah 11 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca asmaul husna. Bismillah.
اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضام به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به
به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا رحمن يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن وأيمين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مدير يا سميع يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا مجيد يا وحيد يا سميع يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حبيب يا موسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بديل يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع
يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا راشد يا صبور يا لطيف يا رحمن يا رحيم 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 يا رزاق يا كفي 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 يا رزاق يا يا رزاق يا كفي 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 يا رزاق يا كفي
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
السلام لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وتحب عليه الرحمة وعليه الرحمة إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الكاملين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشخ الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين خصوصا الفاتحة وخصوصا الفاتحة وخصوصا الفاتحة
وخصوصا الفاتحة إلى صاحب الإجازة، وخصوصا الفاتحة إلى قدس الله أسراره والآمنة، الله يعلي درجاته ويبقى شهر برحمه وشفاعه وبركه، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصيتهم وكرماتهم بالدين والدنيا والآخرة، ثم خصوصا في عهده شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أمين أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبجاه الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبخصوصية الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وببركة الفاتحة وبحروف الفاتحة وبكلمة الفاتحة وبآية الفاتحة وبركوع الفاتحة وبحق ما أنزلت عليه سورة الفاتحة. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا من كل هم وغم، ادفع عنا من كل هم وغم، ادفع عنا من كل هم وغم. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله تقبل الله منكم يا كريم. الحمد لله kita sudah selesai bersama-sama mengamaliahkan amaliah dzikir sa'adah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha
mendapatkan syafaat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Monggo dilanjut.